تحية تربوية. في هاد الفيديو غنحاول نصحبو واحد التمرين اللي فات تعطى في الجهوي ديال 2014 جهة السويس مسا درعا. على التمرين هو هذا، تحاولوا تقراو التمرين، حاولوا تجاوبوا على الأسئلة، عاد من بعد يمكن تشوفوا التصحيح. دونك بالنسبة للتصحيح اللي كنقترح عليكم، بالنسبة للسؤال الأول فيغ لو بيلون دي فورس اكزيرسيس سوغ لو سو، دونك بالنسبة لهذا السؤال كنجاوبو عليه ديما بنفس المنهجية باش ما ننسى حتى شي قوة. دونك كنجاوبو عليه باش بلو سيستيم اي تي دي اي تنحددو ونحددو لي فورس دو كونتاكت تنساليوهم، عاد من بعد ندوزو لي فورس ا ديستونس. دونك بالنسبة في لو سيستيم اي تي دي اي هنا هو لو سو، لي فورس دو كونتاكت يعني كنشوف الاجسام اللي كتقيس داك لو سو ولا داك السطل. دونك بالنسبه للاجسام اللي كتقيسو هنا عندي غير لا كورد بوحدها، وبالتالي لا فورس دو كونتاكت هي لا فورس اكزيرسي بار لا كورد سور لو سو. بالنسبه لي فورس ا ديستونس، لي فورس ا ديستونس كنقصدو بها فقط القوه اللي يطبقها المغناطيس او القوه اللي تطبقها الارض. بالنسبه للنوع اخر ديال القوه ما عندكمش هاد العهد. دونك لا فورس ا ديستونس الوحيده اللي عندنا في هذه الحاله هي القوه التي يطبقها الارض، دونك لا فورس اكزيرسي بار لا تير اللي كنسميوها لو بوا دو سو بصفه عامه، لو بوا دو كور طون دوني لو كور عندنا هنا هو لو سو. دونك لو بوا دو سو ديما هي كنوطيوها بي. بالنسبه للسؤال ديال لي كاركتيريستيك، هاد السؤال ديال لي كاركتيريستيك خصني نحدد فيه دوك لي كاف كاركتيريستيك، لو بوين دابليكاسيون، لا ديريكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. دونك بالنسبه لو بوين دو كونتاكت في هاد الحاله كتلاحظوا لنا لا فورس لي سي اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي، يعني ان هي ان الجسم كيقيس المؤثر كيقيس المؤثر عليه في نقطة واحدة، وبالتالي لو بوان دو كونتاكت هو داك النقطة ديال التمارس. دونك هنا في هاد الحالة هنا لو بوان أ. بالنسبة لا ديريكسيون، لا ديريكسيون توجور سي اون دغوات، دونك في هاد الحالة هنا لا دغوات هي لي فيرتيكال، باش نحددوها مزيان كنقولو باسون باغ أ، دونك لا دغوات فيرتيكال باسون باغ أ. بالنسبة لو سونس ديما كنقولو دو فير. دونك بالنسبة للحبل كنشوفو فين كيجر السطل، بطبيعة الحال الحبل راه كيجر السطل الفوق بينما الأرض كتجرو لتحت باش يطيح، دونك هي اللي حافظت ليه التوازن، وبالتالي لو سونس هو دو أفيغ لوغو حيت الحبل كيجر السطل الفوق. على بالنسبة للانتونسيتي في هاد الحالة ما عندناش شي فورميل باش نحددوها، لا فورميل الوحيده اللي هنا هي ديك بي ايغال ام في جي، ولكن السؤال اللي مطروح هو لانتونسيتي دو لا فورس اكزيرسي بار لا كورد. دونك شنو غنديرو في هاد الحاله؟ غنحاولو نطبقو ديك شروط توازن الجسم خاضع لقوتين. دونك بارمي لي كونديسيون ديكيليب دان كور سومي دو فورس هي لا ميم انتونسيتي. دونك هادي علاش غنعتمدو، حيت هنا كيفاش نحسبو بي؟ بي كنحسبوها ب ام في جي. دونك وبالتالي غير هنا غنذكر بلي راه ماشي غير هاد لا كونديسيون لي كاينه، كاين تروا كونديسيون، ميم ديريكسيون سونس اوبوزي هاد لا ميم انتونسيتي. دونك لي كيهمنا هنا هو كيهمنا حنا في هاد الحالة هو لا ميم انتونسيتي، وبالتالي طون دوني بي يساوي ام في جي، عندنا حسب المعطيات 120 كيلوغرام في الماس و جي 10 نيوتن، وبالتالي البي يساوي 1200 نيوتن، و كنستنتجو بلي لا فورس ايكال 1200 نيوتن. بالنسبة للسؤال ديال لا ريبريزونطاسيون كنحاولو نحطو كاع داكشي اللي حددناه في الاول ديال لي كاركتيريستيك في لا ريبريزونطاسيون، وبالتالي لا فورس قلنا ديما
كان مثلها بمتجهة ولا فقط سهم. هاد السهم الطول ديالو كنختارو حسب السلم اللي تعطانا. دونك بالنسبة للسلم 1 سنتيمتر هو يناسب 400 نيوتن. حنا فاش حسبنا لانتونسيتي لقينا 1200 نيوتن، دونك ناخدو 3 سنتيمتر. وبالتالي دونك بالنسبة لو بوان داكسيون قلنا هو أ، هو أصل المتجه. لو سونس دو أ فيغ لو هو، دونك بالنسبة للسهم غيكون الفوق. وبالنسبة لانتونسيتي وبالسلم اللي لقينا قلنا غنكون فيه في الطول ديال السهم 3 سنتيمتر.